مساء الخير، وخليني الفيديو ده اكلمك عن بوسترات فيلم خان تيولا، وافكرك ان الفيديو متقسم، فلو عايز تعدي جزء وتخش على اخر يعني عشان ما ضيعش وقتك ممكن تعمل كده. خليني برضه اقول ان خان تيولا كفيلم ليس بالعمل الكبير اللي انا اقوم اشغل الاضاءه ونعمل النمره دي عليه يعني، بس يعني خلينا نرجع بقى للفيديوهات بتاعتنا. في احد الايام واحد الجروبات وانا بسكرول في الفيسبوك يعني كنوع من انواع الهروب من واقع تسليمات الكليه، لقيت الافيش ده. يعني خدت شويه على ما قريت كلمه خان تيولا، لان التايبوغرافي فيه تفاصيل كتير جدا، مش معنى كانه سيء بس فيه تفاصيل كتير جدا. بعد كده بصيت في الاوفرول فحسيت ان ده بوستر مسرحيه مستقله، فيلم قصير مثلا، افيش فيلم مشروع تخرج، حاجات زي دي بتتبعت لي يعني كل يوم من القائمين عن الاعمال دي، لحد ما عرفت انه فيلم بجد نازل سينما اسمه خان تيولا. تمام، خلينا بقى نستنى ونشوف الافيشات بتاعته هتبقى عامله ازاي. لكن يعني كنوع من انواع البحث دخلت شفت مين الكاست بتاع الفيلم، فلقيت نضال الشافعي. ارتجعت سيكا، لان بغض النظر عن زنزانة سبعة، اخر بوستر شفته كان متصدره نضال الشافعي كان بوستر فيلم اسمه ضغط عالي. استنى ما تضحكش، بقولك اهو ما تضحكش ارجوك، لان البوستر ده فيه كونسبت عميق وخارج الصندوق. افكر كل بوسترات الافلام مهما كان مستواها بتقولك رسالة واحدة، وهي ادخل الفيلم. ده الوحيد اللي بيقولك اوعى تدخل الفيلم، فيعني درجة لانه كان صريح من الاول وما كذب. المهم بدأت اتوجس خيفة واحتياطي كده، فتحت فولدر البوسترات السيئة عشان اضيف خان تيولا فيهم، والفولدر ده يعني بحضر منه كام فيديو لقدامي. فيعدي قدامي البوستر ده، لا استنى بقى لان ده شغل بجد. زاوية البوستر اللي هي المفروض توب فيو دي لحد ما مش بنشوفها عندنا كتير، ممكن تشوفها بره بس عندنا مش كتير. انا شخصيا اخر مرة شفتها كانت في بوستر فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وبصراحة ما كانتش معمولة حلو للأسف. ده الالوان برضو ما بتشوفش الباليتة دي اللي هي معتمدة على الكونترست بين الازرق والاصفر او البرتقالي، مستخدمة عندنا كتير، فدي حاجة حلوة جدا. الله، ده في ايه يا جدعان؟ وبعدين فيها غموض مناسب للفيلم، بص بقى الصياعه واللعب بالعناصر بس من التوب فيو، جماجم يمين وشمال، تابوت ومجرفه، الشخص نفسه اللي في الغالب احمد كمال ما حفظ الالقاب متجاب كده من التوب فيو. لا تمام جدا جدا، اللي شغال فاهم وبيرسم لوحه وبيحط تفاصيل وبيحكي قصه وحاجات. الصياعه برضو في الظل والنور وتاثير نور الشمعة على كل العناصر، لا 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 حاجه حلوه. وايه العمله اللي على عينه دي؟ ليها مغزى في الفيلم اكيد. يا عم ماشي، كمان بتحط انجما كودز، الله يسهل له يابا، الله يسهل له. وايه التايبوجرافي ده؟ الله، جايبين واحد متخصص تايبوجرافي يعمل التايبوجرافي؟ الصلاة على النبي، الله ينور. يعني بص بسيطة جدا، جايبين مصمم محترف يصمم الافيش وتايبوجرافي ارتست يعمل التايبوجرافي، ده شغل بجد بقى الحقيقة. تحمست جدا جدا، فجأة نزل دول، فقلت ايه ده؟ يعني المجهود الكبير ده كله والنتيجة الكويسة جدا دي في البوسترات السولو بس؟ الصلاة على النبي بقى، امال المجمع هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل ازاي؟ فتحمست اكتر، فينزل التريلر. وبص بصراحة يعني دي مش منطقة خبرتي قوي، بس التريلر حسيت بعده بحاجتين. الأولى إن أنا في حاجة غلط في التريلر بس معرفش إيه هي، التانية إن أنا مش فاهم حاجة، يعني ما فهمتش منه حاجة. فتحمست أكتر وأكتر، نسيت الفيلم شوية بقى مع مشاغل الحياة، ومن أسبوعين كده دخلت أدور أشوف نزلوا المجمع ولا لأ. بص ده جينيريك جدا الصراحة، التانيين في فكرة عنه، بس عارف يعني كل الشخصيات في توابيت ما عدا أحمد كمال بره ماسك المجرفة. فبص دي حكاية قصة ممتدة، واخد بالك انت؟ اللي هو واقف هنا من التوب فيو، هو واقف هنا من الاليفيشن، حركة صايعة جدا. ففي الاوفرول انا مبسوط ومستمخي والدنيا معايا زي الفل، لحد ما جوجل اداني ده في دماغي كده هيد شوت. تاني بوسترات انتريهات، تاني حملات دعائية لشركات اتصالات، تاني ما شفناش فيديو ما وراء الطبيعة الجزء التاني. اوكي الصورة جميلة ما قلتش حاجة، شغل الدمج لحد ما مظبوط ومعمول كويس ماشي، بس البوستر ده شبه كل حاجة بتتعمل، لقطات فرونت لكراسي وإضاءة برتقاني، أنا شخصيًا هنسى ده وخليني متمسك بده. الصفحة كمان بتاعت الفيلم نزلت التمبلت للناس، برضو دي حركة تسويقية حلوة، وهم كانوا مهتمين بصراحة بالبوستات اللي كانت بتتكتب في الصفحة وشكلها، دي برضو حاجة كويسة جدًا. أعتقد حاجة زي دي حصلت مع فيلم الفيل الأزرق، طبعًا مع الفارق بين الفيل الأزرق كفيلم أحسن من خان تيولا أكيد، ولا زلت محتفظ بده في دماغي ومبسوط
إلى أن حانت اللحظة وطلع لي البوستر المجمع. يعني أنا بعد ما شفت البوستر المجمع ده لو كان معايا خنجرين كنت هرشق واحد في قلبي والتاني في قلبي عشان أستاهل، لأن أنا أستاهل، مش فاهم، أستاهل، لأني بنسى الحكمة الذهبية بتاعت كريتوس أبو أتريوس الله يرحمه في لعبة جادو فور، وده إعلان لقناة الجيمينج بالمناسبة. مش هضحك بصراحة، أنا متضايق، أنا خلاص. قال لك ايه هو؟ قال لك keep your expectations low and you will never be disappointed. ليه بعلي الاكسبكتيشنز؟ بخليها في الارض. تعال بقى نتكلم عن الافيش ده في فقرة السلبيات، وبص ننتقل بقى لإذاعة داخلية ولا خارجية ما بقتش تفرق، عبر اثير راديو جرأة في التيت. شوف فقدت الشغف وانطفيت ازاي لدرجة ان انا مش هحط التيت دي في المونتاج. كفاية كفاية كفاية. باستثناء التايبوغرافي، الأفيش ده رجعني 10 سنين لورا. زمان أيام المنتديات كان في قسم اسمه قسم المصادر بتاعة الفوتوشوب، تلاقي واحد عامل تأثير خرافي لتوقيع ليونيل ميسي، فتحمل ملف البي اس دي وتسحب الإفكت على الصورة بتاعتك أو التصميم بتاعك وبس كده. أيوة أنا فاكر الإفكت البني ده اللي هو كأنك دلقت شاي على البوستر، عارفه وفاكره، وبلورة الخلفية الفيك جدا باينة قوي، وطبعا بقى ولا أحجام ولا نسب ولا حاجة. وتعالى نقول الكلام المعتاد، البوستر نفسه ما فيهوش فكرة، الرصة المعتادة زي ألوف البوسترات اللي ذكرناها قبل كده. في أخطاء معمولة أنا أفهم ليه اتعملت، لأن يعني إلى حد ما ما كانش في حل تاني، أو كان في بس ما تمش الاستعانة بيه، يعني قيم أنت. مثلا إن أحمد كمال ومحمود البزاوي في ريم لايت هارش جدا أو حاد جدا أو ضوء أبيض حاد جدا عليهم من اليمين، بينما نضال الشافعي عليه من الشمال، فالمصمم لونه اسود كده وخلاص بشكل فيك جدا. هو كان ممكن يعمل فليب لصورة نضال الشافعي وتنتهي المشكلة. كمان محاولة رسم شوية إضاءة كده وريم لايت على البرنيطة اتعمل باستعجال. ولو برضو هتتكلم من ناحية الماركتينج، فهو مفتقر شوية صفات زي الألوان أو الهوية البصرية اللي في البوسترات التشويقية، وده غلط. ممكن نغير المشهد لكن نحافظ على هوية مشتركة بين الشغل كله، فبالتالي نعمل هوية للفيلم نفسه. أما البوستر ده غير ملفت للانتباه على الإطلاق، غامق وغير مثير، ولا في حماسة ولا حتى غموض، وكمان يا ربي على الوحاشة لما تشوفه مطبوع، ولا كأنه متعلق، هو مجرد مستطيل اسود وخلاص، مفهوش بتلاتة مليم حكاية قصة. وخدها بقى مني من النهاردة، هقعد اقول كل مرة كل مرة حكاية قصة حكاية قصة حكاية قصة حكاية قصة. البوسترات السولو ما عنديش ملاحظات سلبية كتير عليها، هي نيت ومتقفلة حلو جدا، وقد يكون فيها اخطاء لكن مش مبروزاها قوي. اما الافيش ده عجبني برضو في ان هو عامل قصة ممتدة بين الافيشات التانية وبين ده، بس المطر للأسف شكله فيك جدا. في الى حد ما اهتمام بتفاصيل القطرات المتطايرة من على الكتف والأسطح، بس كان ناقص شوية اهتمام بتفاصيل القطرات اللي هتبقى نازلة من الأطراف بتاعت البرنيطة وكوع أحمد كمال. وشرحت حاجة زي دي زمان جدا في فيديو أفيش فيلم تراب الماس، ولقيت النسخة دي محطوطة في صفحة الفيلم. لا ده ضحك، يعني أنا عارف إن الكائن ده قد يكون هو التيولة، مكانه وحش جدا ومعمول وحش جدا، هو البوستر كله وحش وغير مثير على الإطلاق. فيعني باستثناء السولو وباستثناء التايبوغرافي الجميل، ده واحد من أسوأ البوسترات اللي اتعملت لأفلام ببساطة شديدة. ويعني مفيش حاجة تانية اقولها، ولا هنبص، خلينا نطلع من بره بره، لا ننتقل لإذاعة ولا هنعمل حاجة، خلينا نقفل كده ايه هنا. طبعا الاستامبا بتاعت كل مرة ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني تاني تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك، ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام وبس كده. شكرا جزيلا.